أجمل لحظة في الصيد لحظة غمزة الصنارة، وأمتع لحظة في السواقة لحظة ركنة العربية، أمتع حاجة في الملعب اللمسة الأخيرة، وأجمل حاجة بعد 9 شهور صوت البيبي. لأن أجمل لحظات الحياة دايماً بتكون في التاتش الأخير، هوم إن هتعيشك متعة اللمسة الأخيرة لشقتك. أرقى الديكورات وأعمال التشطيبات هتلاقيها في هوم إن، أفضل الخامات وأنسب الأسعار وأقصر مدة تنفيذ وكمان بالقسط اللي يريحك. ابدأ أنت المشوار وسيب اللمسة الأخيرة على هوم إن. هوم إن، ليف ألايف. هو ده جمال الديكور. عشان كده هنتكلم النهاردة عن موضوع بيهم ناس كتير، الجمال. الجمال مش بس شكلك ولبسك، لا، جمال بيتك في حياتك. هنعرف ازاي نقدر نعمل ديكور واخلي بيتي جميل ومريح، وهنعرف كمان ايه هي احدث الافكار في عالم الديكور مع ضيفي اللي منورني، باشمهندس محمد ابراهيم، مصمم ديكور. اهلا بيك. يا مرحبا بحضرتك، منورني. شكرا. قولي بقى، يعني ايه مصمم ديكور؟ هو ده اجمل سؤال وافضل سؤال واكتر سؤال بيتسأل، بس الصراحة هو مش بيتسأل لنا، لان هو اللي بيجي لنا بيكون جاوب على السؤال ده خلاص. السؤال لو سألناه بطريقة تانية، هل انا محتاج مصمم ديكور ولا يعني انا محتاج فعلا مصمم ديكور؟ خلينا عشان نفهم الموضوع دوت نتخيل ان احنا واقفين في نقطة ما خارج الكرة الارضية ونبص على الكرة الارضية، هنشوف ايه؟ هنشوف 3 حاجات. اول حاجه هنشوفها ان في جمال وفي يعني ابداع وروعه وراحه نفسيه متناهيه جدا في كل حاجه الموجود في الكتل. الكتل شكلها جميل، الشجر جميل، البحار جميله، الكائنات الحيه جميله، الغزاله جميله، النمر جميل، الاسد جميل، الفيل، كل حاجه شكلها جميل جدا. موجود في الالوان، الالوان شكلها يعني تحفه. طب قول لنا ايه انواع الديكور واحدث الديكور في عالم الديكور؟ ده يعني خليني اقول بس معلش يعني نقطه صغيره خالص، لما انا هبص من النقطه اللي بره دي في الفضاء فهشوف الالوان جميله جدا، في جمال يعني غير متناهي. النقطه الثانيه ان الكره الارضيه بتتحرك على طول، بتتحرك فما بتوقفش لحظه، فدي اتحرك يعني طاقه، اللي عارفين ان احنا ان الطاقه لا تفنى، دي نرجع لها ثاني برضو بعدين، الطاقه لا تفنى. تالت حاجه هشوفها لما ابص على الكره الارضيه من الخارج، ان انا هشوف ان الجمال دوت والمكونات دي مكونه من 5 حاجات ما بتتغيرش ابدا. الميه والهواء، الحاجات دي يعني نركز فيها قوي ولو ينفع نحفظها. الميه، الهواء، النار، الميه، الهواء، النار. طب قول لنا بتستخدم ايه في الديكور؟ ايه اكتر حاجه بتستخدمها في الديكور؟ الديكور علشان نعمل ديكور محتاجين شويه اسس وشويه حاجات نكون مركزين فيها جدا. الاسس ديت اول حاجه محتاجينها ان احنا نحب الديكور بتاعنا، نحب الحاجه اللي احنا بنستخدمها، نحب الكرسي، نحب الحاجات بتاعتنا، نحب التابلوهات. طب نشوف الصور. الله، انت اللي عامل ده؟ بص الصوره دي كده. ده روف. ايه المكونات او انت يعني ليه اخترت الالوان دي، الالوان اللي هي شبه النار، واخترت الالوان دي في المكان ده بالذات ليه؟ بص عليك، ده يعني الروف. الصراحه الروف الصراحه ده عشق متجدد، يعني الروف دوت لو احنا نبص عليه تحس ان الكون كله بتاعنا، يعني انت قاعد مفيش حد بيجرحك، مفيش جار بيفتح يبص عليك، مفيش حد بيضايقك، مفيش غسيل مثلا سوري بينقط، مفيش حد بيمشي فوق يرزع، بتحس ان انت قاعد الكون ده بتاعك. فالمنظر ده مع الروف مع الاضاءه ديت بتحس ان انت متناغم مع الكون. ده حاجه اسمها بوه ستايل. لو احنا قولها تاني كده اسمها ايه، عشان لو حد يعني من الساده المشاهدين عجبه الشكل ده فيطلب الاسم، اسمه ايه؟ بوه ستايل. بوي ستايل. بوه. كان في فيلم كده يقول انا كائن بوهيمي يفعل ما يحلو له. هو ده. حلو قوي. ستايل اسمه بوه ستايل. تمام. الله، الشكل الجميل ده انت اللي عامله برضو باشمهندس؟ ده صراحه احنا صراحه بننصح يعني النقطه دي احنا بننصح يعني انا في انا شايفه انا شايفه في تناغم في الالوان وفي في كده حاجه لايقين على بعض. عملت ده ازاي؟ هو ده الصراحه احنا ده مش بنبقى لايقين على بعض، ده بنقول للعميل حضرتك اختار اللي يعجبك. صراحة في النقطه دي بالذات احنا بنحتاج ان يبقى في يعني احنا بنحتاج كورنر معين للعميل نقول له ده بتاعك اللي انت عايزه اللي انت بس مش كله، يعني اكيد مش كل الاماكن. لا ده كورنر واحد.
وليمة بالبلكونه. يعني انا كعميل هتعامل معاك اكيد مش هتحكم في كل حاجه واقول لك لا انا عايزه اعمل ده زي ما انا عايزه، ده مكان معين انت بتسيب لي راحتي فيه ولا انا بختار اللي انا عايزاه؟ لا، هو احنا دي بقى السيكونس بتاع ازاي نبدا الديكور. انا بقول لحضرتك خش على النت واختار اي صور تعجبك في ديكور عجبك. يعني العميل بياخد الالوان وانت اللي بتنسق؟ لا لا، انا بس بفهم الستايل اللي هو بيعجبه والالوان اللي بتعجبه. بتفهم الستايل اللي هو بيعجبه والالوان اللي بيعجبه. طب انت كمصمم ديكور لمستك انت فين؟ ما انا عايزه اعرف. ما انا لو انا هختار كل حاجه على ذوقي انا جايبه مصمم ديكور ليه؟ فاكيد حضرتك ليك لمسه. ايه هي؟ اشرح لنا اكتر، لان انا شايفه في تناسق ومؤكد الكلاينت او العميل مش هيعمل ده من نفسه. كل ده انا من نفسي مش هعرف اعمل الحاجات الحلوه اللي انت عاملها دي، اكيد مش العميل ذوقه الكامل ده. تمام، بص حضرتك، هو العميل بيبقى عندنا ثلاث اماكن في الشقه. احنا دايما بنعمل ثلاث حاجات: بنخش ناكل، بننام، بنبقى تعبانين نريح شويه. ده لازم نعملهم، سواء ميل في ميل اي حد لازم يعمله. بقيه الادوار بقى ممكن ما تتعملش، يعني ممكن يا دوب ناكل ننام نريح شويه ننزل. فاحنا محتاجين نهتم جدا بالثلاث اماكن دول: المكان اللي هناكل فيه، المكان اللي هنريح فيه او هننام فيه، ويبقى فيه ركن للتامل او ركن انا قاعد كده ايه اريح. الركن ده يعني يا ريت جدا ما يبقاش قدام التلفزيون، يبقى الله. قدام المكان ده اسمه ايه؟ ده طراز اسمه تشابي شيك. ده طراز بننصح بيه جدا جدا جدا. الوانه رقيقه قوي. ليه اخترت الالوان هنا بالذات؟ هو الطراز كده بياخد الالوان الفاتحه قوي في الالوان البارده، يعني الالوان لو احنا نقسمها فيها بارد ودافئ، ده بياخد البارد الفاتح قوي، بيدينا الطراز ده. طيب قول لنا بقى، بتستلم الشقه لو انا مثلا عروسه ومقبله على الزواج، لازم الشقه بتستلمها من اول المحاره؟ ده ركن اللي هو قلنا عليه الركن التامل. الله، او كوزي كورنر. ليه سميته التامل؟ هو ده زي ما قلنا الحاجة التالتة، لو حد عايز يقعد يرتاح شوية يرتاح، عشان كده سميته التأمل. اللي هو ارتاح فيه، اخد كده ريست فيه. الله، احكي لنا على الشكل ده. ده دوبلكس بالروف برضو. الروف الصراحة ده يعني عشق، يعني متجدد جدا. ده كان حتة كده يعني صغيرة جدا في دوران السلم، فعملناها سفره وعشان تبان ان هي يعني مساحه كبيره، فالازاز من فوق يعني سقف الغرفه ديت. يعني في الديكور كمان في ميزه انا دلوقتي لقطتها منك، ان انت ممكن توسع المساحه بالتصميم. بالظبط، رغم ان ممكن المساحه تكون صغيره. هو ده بقى اللي انا كنت بسالك عليه في اول الحلقه، لان اكيد مصمم الديكور له لمسه مش عند العميل، انا مش هكون فاهمه ده. فانت وسعت المساحه بتقول عن طريق الازاز. بالظبط. عملت ايه بقى بالظبط؟ السقف بقى ازاز، فالقاعد حاسس ان فيه، يعني هو طبعا ما ينصحش بيه كتير في حاجات كتير، يعني ده مكان فيه حركه، يعني اي مكان الغرض منه ان هو يبقى فيه هدوء ما ينصحش ان احنا نعمل كده ابدا. ينصح ان هو في مكان فيه حركه، فحاجه زي اللي كان كده كان مكان فيه حركه. فلما يبقى السقف ازاز انت مش مشكله، مش مؤذي نفسيا يعني. انما بيدي ايحاء بالوسع. تاني حاجه بنعمل حاجات كتير، يعني من ضمنها ان الارجل تبقى مرفوعه، الارجل الاثاث ما يبقاش. طيب لو انا عروسه ومقبله على الزواج، اجيب لك شقتي بتستلمها من ايه؟ من عند الكهرباء ولا المحاره ولا ايه؟ والله احنا ننصح ان اي حد عاوز يعني يبني، قبل ما يبني خالص يجي ياخد راي مصمم ديكور. ليه بقى؟ في كهرباء، في فيش، في تلفزيون عايز احطه في مكان معين ما بلاقلوش شيشه، فبتعمل ايه بالظبط او بتتعامل ازاي مع العملاء بتوعك؟ ما هو لو هو جه في المرحله دي يبقى ده اجمل حل، اجمل حاجه جالك من الاول. لكن لما بيجي لك في النص مثلا بعد النقاشه، صح كده؟ انت بيبقى الامور صعبه بالنسبه لك، فعشان كده بتنصح الساده المشاهدين لو حد عايز يعمل ديكور صح في بيته يبقى من البدايه، من اول المحاره ولا قبل المحاره؟ لا، من اول الطوب الاحمر. من اول الطوب الاحمر. هو احنا عندنا حلين، الاثنين صح، بس واحد صح 100%، واحد صح يعني 99%. قبل ما يبني خالص، بحيث نقول له على اتجاهات الإضاءة الطبيعية واتجاهات الدنيا. قبل ما يبني خالص، قبل ما تبني خالص، عشان تعرف ديكور صح أو تبقى مرتاح وتبقى وصلت لشكل مريح وجمالي في شقتك، قبل ما يبني خالص أنت بتقول له على الإضاءات. بالظبط. لا، هقول له على اتجاه المبنى يبقى عامل إزاي. اتجاه المبنى، اتجاه الفتحات، اتجاه الشباك، اتجاه السلم، اتجاه الترصات، اتجاه البلكونة، حاجات زي كده. ده حل 100%. الحل اللي بعد كده 99% على الطوب الأحمر. ده برضك حل جميل ومش مكلف وما فيهوش اهدار. مش مكلف؟ لا، مش مكلف خالص. هو ياخد تصميم، هو ينفذه. المشكله الناس فاكره ان مصمم ديكور ده يعني انا هدفع مثلا فلوس كتير جدا. مش هيدفع حاجه، فلوس يعني حاجات بسيطه خالص. هياخد بس فكره وهو ينفذها، يعني هو يجيب اللي عاوز ينفذ، اللي عايز يشتغل، يعني هو بس ياخد الفكره. بنشكرك باشمهندس، نورتنا، واكيد لينا لقاء تاني نشرح فيه، لان الديكور عالم كبير كل ست طبعا بتحب تهتم بجمال بيتها وبتبقى عايزه تعرف اكتر الالوان والتناسق وكل حاجه.
وبكده نكون انتهينا من فقرات اليوم وحلقة النهاردة برنامج براندنج، واتمنى اني اكون مذيعة خفيفة على قلوبكم. استنوني في حلقة جديدة كل 3 الساعة 4 من براندنج. باي باي.